السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نعرفوا نحسبوا طريقة حساب الانتقاء الأولي لمباراة التعليم. كنسمعوا الانتقاء الأولي، ولكن حتى حد ما كيعرف كيفاش يحسب الطريقة اللي كتحسب بها هاد النقطة ديال الانتقاء الأولي. شنو كنحتاجوا؟ كنحتاجوا الميزة في البكالوريا، ميزة في الإجازة، سنوات الحصول على الإجازة، يعني عدد السنوات، واش خديتها في 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين. الوغ باش نحسب الانتقاء الاول لمباراه التعليم، كناخذ هذه العلاقه سكور جلوبال. سكور جلوبال كتساوي 5 في لا مويان جلوبال ديال ليسونس زائد 3 في سكور دوري ديال ليسونس زائد لا مويان جلوبال ديال الباك ديفيزي بار 9. الوغ كنقسمها على 9. سكور جلوبال كتساوي 5 في النقطه ديال لا مويان جينيرال ديال لا ليسونس زائد 3 في سكور دوري ديال ليسونس زائد لا مويان جلوبال ديال الباك مقسومه على 9. الوغ دابا غنحسب كل حاجه بوحدها. لا مويان جلوبال دي ليسونس كتساوي معدل الاجازه. معدل الاجازه معروف هو اس1 زائد اس2 زائد اس3 زائد اس4 زائد اس5 زائد اس6 ديفيزي بار 6، يعني نقطه سيمستر 1 زائد نقطه سيمستر 2 زائد نقطه سيمستر 3 زائد نقطه سيمستر 4 زائد نقطه سيمستر 5 زائد نقطه سيمستر 6 ديفيزي بار 6، كنقسمها على 6، وهذيك النقطة اللي غتخرج لي هي لا مويان جلوبال ديال لا ليسونس. دابا غندوزو نحسبو لا دوغي ديال ليسونس. عطينا هي 45 مقسومة على مدة الإجازة، يعني 45 على مدة الإجازة واش 3 سنين 4 سنين 5 سنين إلى آخره. مثلا خديت الإجازة في 3 سنوات، غندير 45 مقسومة على 3 كتساوي 15. هما أصلا عطينا 3 سنوات يقابلها 15 نقطة، 4 سنوات يقابلها 11.25 نقطة، 5 سنوات يقابلها 9 نقاط. دابا غادي ناخذ مثال ديال واحد الشخص ونعرفوا كيفاش نحسبوا الطريقه ديال الانتقاء الاولي للمباراه الثانيه. قبل ما نحسبوا الطريقه، المثال الاول غادي معدل عام بكالوريا هي النقطه اللي خديت بها البكالوريا. معدل عام، مثال اول، شخص عنده لا مويان جلوبال ديال الباك كتساوي 14.57، لا مويان جلوبال ليسونس كتساوي 12.84، مدة الإجازة 3 سنوات. ألوغ كندير تطبيق عددي مباشر، 5 في 12.84 زائد 3 في 15، لأن 45 كنقسمها على 3 سنوات كتعطيني 15، أنا أخذها في 3 سنوات، زائد 14.57 لا مويان جلوبال ديال الباك كنقسمها على 9 كتعطيني، هاد الشخص عنده 13.75، يعني من غادي كل الانتقاء الاولي، يعني النقطة اللي غادي واش يدوز بها اولا لا هي 13.75. ندوزو المثال الثاني. المثال الثاني هو عنده لا مويان جلوبال ديال الباك 14.75، مويان جلوبال ديال ليسونس 13.54، مدة الإجازة 5 سنوات. لاحظوا أن مدة الإجازة عندها تأثير، يعني اللي خداها في 3 سنين ماشي هو اللي خداها في 5 أو 4 سنين، يعني كيكون عنده أفونتاج كثر. كور جلوبال كنطبق عادي، 5 في 13.54 زائد 3 في 9، لأن 45 مقسومة على 5 كتعطيني 9، زائد 14.75 مقسومة على 9 كتعطيني، عنده كور جلوبال هي 12.16.